السلام عليكم. انتقل إلى رحمة الله وزير جزائر معروف عن عمر يناهز 60 سنة، وكان الراحل يرقد منذ أيام بمصحة أمراض الكلى بمستشفى مصطفى باشا أين وافته المنية هناك. الراحل شغل عدة مناصب في نفس القطاع، منها مدير مركز للتنظيم العقاري وتثمين وحماية التراث، وكذا مفتش مركزي ورئيس مكاتب. بالإضافة إلى ذلك، تقلد الراحل بين سنتي 2014 و2016 منصب خبير ومستشار في برنامج الأمم المتحدة للتنمية الفلاحية، وكذا رئيس مشروع وطني في إطار برنامج للتوأمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ويحوز الوزير الراحل على شهادة مهندس زراعي من معهد التكنولوجيا الفلاحية، ويتعلق الأمر بوزير الفلاحة السابق عبد الحميد حمداني رحمه الله، وألهم ذويه الصبر والسلوان.